راح فين يا ست؟ رايحة جبل زين باشا جوزي. انت عارف ثقتي بيك يا زين. الله يحفظك يا باشا. ايه اللي جابك هنا؟ انت تعرفها يا زين؟ ايوه اعرفها يا بيه، مرتي. اهلا يا فندم، اهلا وسهلا. معلش يا بيه ما بتسلمش، انت عارف الصعايده بقى عادات وتقاليد وحاجات غريبه. مفهوم مفهوم. الله يحفظك يا باشا. عن اذنكم. الله يحفظك يا باشا، برعايه الله يا باشا، برعايه الله. اللي جابك هنا يا مخ الجاموسه؟ وحشتك قوي، بقالك يومين بعيد عن عيني. واللي في يدك ده؟ اهدت جاي المسجون. ليه؟ ده طايره حاشي دماغك ليه؟ ايه ده؟ اصل انا بقالي يومين ما اكلتش، وقلت والله ما هاكل الا ما انت تاكل. انت ايش عرف اهلك اني ما اكلتش؟ باكل كل يوم. بعدين جيت هنا كيف؟ الغفير وصلني بالعربية. انت والغفير لحد هنا لوحدكم؟ هو انت بتغير علي يا زين؟ هو ده اللي فارق معاكي؟ امسكي امسكي من هنا على البيت، وعزة جلالة الله وعزة جلالة حسابنا في البيت. يلا امشي يا بنت، خد اثنين. مش بقول لك امسكي. ليه؟ انا طبختهولك بيدي. وانا بعزك في الغيط، جوزك ظابط مباحث يا بنت، ما تصغرنيش قدام الناس. ماشي يلا. ماشي. اتجوز بقره.